بكم في فيديو جديد. كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير ويكون كلشي في سيستيم مزيان وفي مورال طوب كامل. هذا كما كتشوفوا واحد شونجمون كبير بزاف، رجعنا للاس اش. الوغ هذا الفيديو هذا كذلك ما كنتش غنديرو، ولكن فكرت غنديرو لحقاش غنمشيو ندوزو هاد الاس اش في لا فيزيت ديال الميتاسيون. الدري يلاه عاد خداها بالصحه والراحه ليه. الوغ خصنا ندوزوها باش ندفعوا ليها الوريقات ديالها. نحسبوها بحال فلوغ وفي نفس الوقت معرفه وصافي. انا كما كتشوفوا هذه راه اس ار 125 اي روبو اللي كنديروا لها فيديوهات بزاف، قلت تقريبا بحال اللي كانت عندي في نفس اللويين حتى هي كري. تبعوا لي زيت اب معايا هكذا ونتمنى الفيديو يكون زوين. دابا ندوزو نديروا ليها ليسونس ونتوكلوا على الله. لا فيزي تكنيك نديرو ليها. وصلنا للبومبا كما كتشوفوا ستاسيون زيز. شو لها ليسونس سير ولو هو قبل مني. دير 10 ياك. الوغ درنا ليسونس وان شاء الله دابا هابطين الستاسيون هادا هابطين لافيزي تكنيك. وفي نفس الوقت غنديرو بها دويرة وسط الزحام ووسط باش تشوفو الاس اش شحال مانيابل في وسط المدينة. وبلاتي نزيدكم واحد القضية، كونسوماسيون في الاس اش 125 راه لا يمكن. راه تكونو سمعتو في ستاسيون شحال درنا فيها، 10 ديال الدراهم. شوف فين طلع، كانت في الحمراء شوف فين طلع. مخيره ديال بصح ما كتاكل والو. انا غندخلوا بها السونتربيل ها كيجيو كيحلوا البيبان ها كي واعره بزاف. والله الا لا بويسون كاينه. الاس اش معروف عليها الخفه، كتبقى دوز زي زوار من هنا من هنا من هنا حتى كتوصل. جلوفو جلوفو يا جلوفو.
لا الراحة كيفاش فيها هي كتصاد مرتاحة بزاف ما عندكش فيها المشكل كيما سكتيها هكا ولا هكا ما كاينش اشكال شو على الشارع العام حنايا مالناش خاسرين شوف 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 ماشي مشكل هاسي تلعبها مول تاكسي هاكاك فكرتيني في ايام العصاص والخياطه لا ما تخافش قاع ما تخاف قاع قلت لك قاع ما تخاف مره دودانات صاحبي كتشي كتبان لك رطبه كتضرب فيها كتسمع الدق حماقه لا 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 ما توقفش ما توقفش كيما شتو الاخوان شتو السوقه ديالها كيفاش يا ربي تسمح لينا شويه درناه ها وها ولكن بغيت غير نوريكم كيفاش السوقه ديالها حلوه وسط المدينه غير ماشي كنقول لكم شريو وديروا بها هادشي انا وريتكم غير السهوله ديالها ديال التحكم في الموتور كتحس بان الموتور انت حاكمه ماشي هو اللي غادي بيك الوغ كيما كنقول لكم اس اش ما عمرها يموت ليها الحوت ديالها ديما تكون في الطوب ديما اس اش في الطوب ديما ديما واخا يخرج المهم اس اش عامة سمارت ولا المهم كتبقى اس اش احسن موتور ديال وسط المدينة بالنسبة للسكوتر اما ما كنهضروش على داك السي 90 وداك الشيء حنا دابا كنهضرو على هوندا اس اش 125 اولا 300 اولا 150 اولا المهم كاملين الله يعمرها دار ومخيرين الوغ باش ما نطولش عليكم نزيدكم شي شوية ديال العيبات هنايا في الزحام عاوتاني ولا نحبسوها تنوصلوا ل انا عارف ما تبغيو الناس نحبسوها الوغ ماشي مشكل نزيدوكم شويه هنايا الشرطه الشرطه يا ولدي سير سير احنا برا ولباس معاكم سير معاكم لا برا ولباس هاكا الدور بحال هكا تكون ناعس فوق الناموسيه كتبقى يضرك جنبك كدور صافي دارت الاس اش مشات فوالا وصلنا لا فيزيت ندخلو بها ان شاء الله يا ربي تكون عي خاويه باش ندوزو الوالد ديالك كاين ويلي ويلي ويلي
سواكم كذا لما بخير الله يحفظك الله يباركك ندخلوا لهيه يا بسم الله الاسلام نق سالينا لا فيزي تكنيك دابا دوزوها شافوا لها النويمرات ديالها كلشي ناضي مريقل صافي الوالد ديالك مشى كلشي مريقل فيها الوريقه اللي عطاونا حتى دابا نحط لكم التصويره ديالها دابا نوريكم المثال ديالها اللي كيتعطى الوغ فاش كتجي دوزها هنايا في لا فيزيت كتعطيه كارت غريز كارت ناسيونال ديالك على حساب كتعطيها كارت غريز وصافي صافي وكتخلص وكتكون ساليتي وعاد ديك الساعه كتمشي تخلص التسجيل ديالك شحال فيها من خايل وكدا وداكشي ديال الماتريكولاسيون كتعطيوك دوك الوريقات كتمشي تدفع داكشي في سيرفيس ديميل باش كتاخد ريسيبيسي ديالك والكارطونه اللي كتمشي بها حتى هي كتدفعها وهاد لا فيزيت حتى هي كتدفعها مع الوراق المهم راه كاين واحد الفيديو قبل كنت هضرت فيه داكشي بالتفصيل ووريت الوريقات الوريقات كاملين وريتهم اذا ما كاينش اشكال بالنسبه للفيديو اللي كنت درت فيه هادشي غنحطو في ديسكريبسيون الوغ الاخوان باش ما نطولش عليكم ويكون فيديو خفيف وداكشي زواون ومريح درت لكم كيفاش كتمشى في وسط المدينه وكذا الوغ باش ما نطولش عليكم نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله وكما العاده مرحبا بكم عندي في لاشين حكيم كسيريكا بالنسبه لي اول مره كيتفرج كنقول لك معاك حكيم كسيريكا مدينه قنيطره كاينين فيديوهات بزاف مرحبا بك ومرحبا بالناس الجداد والقدام كذلك الوغ نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله وديما صاليد موطار العز بكم تحياتي